بسم الله هنبدأ إن شاء الله مع بعض نعمل مشروع جديد، ممكن من بروجكت نيو أو من عامة الام بي. بختار نيو بروجكت، بلاقي في التمبليت فايل لما أدوس براوس بلاقي عندي ديفولت متريك كونستراكشن الكتريكال ديفولت. أختار على سبيل المثال ديفولت متريك، ودي أقل حاجة موجودة. بلاحظ إن عندي RTE، تمام. ديفولت متريك بيفتح لي صفحة بسيطة خالص، حاطط لي فيها الفلور بلان والسيلينج بلان، بس مش محدد ايه اللي هيظهر. يعني المفروض ان التكييف لوحده والبلامنج لوحده والكهرباء لوحدها، لا دول بس اللي موجودين عندي، يبقى انا هضطر اظبطهم. طبعا اول حاجه اعملها اقول له انسرت لينك واربطه بملف معماري، تمام. بعدين انا احط لي ليجند وسكادول وشيت وفاميلي بس فاضيين، بحيث ان انا ابدا املاهم، تمام. هقفل المشروع دوت، كلوز، اقول له نيو بروجكت براوس، تمام. اختار واحد اكتر منه شوية تفصيل، كونستراكشن، اوبن، اوكي، تمام. بلا ان هو حط لي سايت، حط لي شوية اضافات. لما ادخل في الافيشن اكتر، في شوية حاجات يعني اكتر شوية من الاولين. طيب لو انا عايز ابدأ بقى مشروع حلو بروجكت مناسب ليا، بقول له براوس واختار ميكانيكال ديفولت، اوكي. بلا ان هو بياخد وقت بسيط كده في الفتح، حاسس ان هو فيه بيانات اكتر. بلا ان هو هتلاقي التكييف لوحده والبلامنج لوحده، تمام. طب اول حاجه اعملها ايه؟ اول حاجه طبعا ان انا اعمل انسرت لينك ريفيت، تمام. بعد كده اجي على المانج، اخش على بروجكت انفورميشن، ادخل البيانات اللي انا عايزها من انرجي داتا، بحدد بيانات المشروع. هل المشروع ده مكتب ولا اسم شرطه ولا مكان تعذيب ولا مدرسه، زي ما يعني المشروع اللي عندي ايه، تمام. بعد كده بشوف البوستر كود، اللوكيشن، تمام. ببدأ اشوف مثلا ايه الدولة اللي انا فيها، هل انا موجود في دولة متقدمة ولا دولة متخلفة ولا الدول اللي موجودة معانا. ببدأ اظبط حاجات اللي عندي، ماشي. انا ساكن في مصر، اختار مصر. واحد تاني بيعمل مشروع في الامارات، اختار السعودية، تمام. بيلدينج سيرفيس، بشوف انا هعمله ازاي، تكييف في في ولا ايه. بدخل البيانات كلها، تمام. بعد ما بدخل البيانات كلها بخش على بروجكت برامتر، وابدا اظبط البارامتر بتاعتي من كاترج. الاساس بتاعي الفيو دي انسب حاجه ليا في الشغل، تمام. بعد كده بظبط اليونت، بلا عندي يونت كتير، بظبط الشباك، بشوف مثلا انا شغال بالسي اف ام ولا باللتر بالسكند، شغال بالبوصه ولا بالسنتي ولا بايه بالظبط، تمام. كده يبقى انا ظبطت المشروع بتاعي عشان ابدا اشتغل عليه. عمرو سليم.